travail? Tu peux en parler de travail? أتمنى لكم سفرة سعيدة مع سبيس تايم. الحضور مشرف، الحضور مشرف صدقني، واحنا فخورين بك والله، احنا فخورين بكم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله يخليك. ان شاء الله خير ان شاء الله ان شاء الله خير. الفريق كان قريب من التأهل، واحنا كنا قريبين من ارض الملعب، قدمتوا اداء مشرف وبطولي حقيقه. الحمد لله، لكن اللي يحس بالنفس انه الفريق كان جيد، ولو ما كنا زينين بالبطوله يعني ممكن انه اكو فرق يعني غادرت البطولة من الدور الأول، ممكن الأرجنتين، ممكن السويد، ممكن اليابان، على العموم. لكن المباراة الأمس يعني الفرص السهلة اللي ضاعت من فريقنا هي كلفتنا أنه احنا نكون خارج البطولة، لأنه أنت تلعب هكذا مجموعة عليك أنه تحسم من المباريات، وممكن تحصل فرص قليلة، والفرص القليلة عليك أنه يعني يكون ترجمة إلها للأهداف. هذا ما حصل مباراة أمس، مو فقط أنه إحنا نقول الحظ وكذا، لا، الحظ والتركيز ما كان موجود عند بعض اللاعبين، يعني حتى اللاعبين البدلاء يعني ما كانوا متوافقين، لأنه يعني هم نزلوا بالعشرين دقيقة الأخيرة ومساحات كبيرة، والجهد الكبير اللي بذلوه علي حصني وعلي عدنان وأيضا حتى مهدي كامل. ما أقول أنه بعض اللاعبين قد فكروا بنفسهم، لا، الفريق أدى بطولة مشرفة، يعني قدموا شيء كثير بالبطولة. البعض كان في بداية البطولة أنه يتحدث عن 2 أو 3 لاعبين إلى المنتخب الوطني، لكن بعد أنه شاهدوا الفريق في المباراة الأولى والثانية يعني التصريحات صارت بالعكس، انه هذا المنتخب الوطني الان نلعب واحنا لازم نحقق اشياء. يعني التناقض اللي موجود عند البعض يعني انا اقول هو ينمى بداخل البعض، لكن اعتقد قدمنا مجموعة طيبة للكرة العراقية. اشكر كل اللاعبين، كل الجمهور الرياضي اللي ساندنا، وان شاء الله حظ أوفر لهذا الجيل في البطولات القادمة، وأتمنى أن نكون يعني فريق على قدر المسؤولية في كأس العالم، بعد ما أنه هؤلاء اللاعبين لعبوا مع يعني خرجوا من منظومة آسيا والفرق، مع احترامي الفرق الخليجية، الآن اللاعبين نفسيا بدأوا أنه لعب ضد البرازيل، لعب ضد جنوب أفريقيا، لعب ضد الدنمارك، واللاعبين بمستويات فنية عالية، فالجوانب النفسية يعني ممكن الآن أفضل بكثير، وإن شاء الله ساعدنا بالتأهل لكأس العالم. شكرا شكرا. كابتن، كلياتنا تعلمنا، كلياتنا كنا حزنانين، بس احنا كلياتنا نقف وياكم، كفيتوا ووفيتوا وقدمتوا اداء طيب، وانت يمكن كنت نجم البطوله. شوف يعني قليل شعب ولا قليل بحقي وبحق كل العراقيين اللي متاملين، طبعا متاملين كل متاملين من عندنا
نتيجة طيبة، خصوصا بهاي البطولة اللي كانوا متأملين فشي نقدمه للجمهور العراقي، ولكم اللي ساندتونا ودعمتونا من بداية البطولة. لكن الحمد لله قدر الله ما شاء وفعل، يعني أنا أشوف الحظ وقف ويانا بالبطولة، كل بطولة بسرعة كلها بالبطولة بسرعة. يعني أنا من أنت قولت التعادل بوقت من وقت يعني، وكان عندنا مجال إنه ممكن الشوط الأول نطلع ثلاثة. شوف يعني احنا انا اول مره يمكن حتى كنت تحكي ويمكن اتكلم وياي يمكن اكثر من شخص ولاعبين على مستوى منتخبات وطنيه، يقول اول مره اشوف يعني ضياع فرص ووصلنا للهدف يعني 29 مره. هذا معناه يعني اكو شغل، اكو ابداع داخل المستطيل الاخضر. لكن هاي عليا كان تؤمن في حياه كره القدم، عليا كان تؤمن في الخساره والتعادل والفوز. يعني أتأمل يا ربي أن ننسى هذا الشيء، صح يعني فد غصة بداخلنا، لكن هاي حالة كرة القدم. لكن القادم هو أفضل أنا أشوفه بالنسبة لي، لأن أنت تعرف إحنا القادم بالنسبة لنا تصفية كأس العالم، وهذا مطلب جماهير العراق يعني لا اليوم ولا البحر. فإن شاء الله يا ربي تهون علينا هاي الأيام وإن شاء الله ننسى الماضي. شكرا لك حبيبي. لا بالعكس أنت أخوتي.